يا مساء الورد، مساء الحب، مساء السعادة، مساء الأمان، مساء الأمان، مساء الأمان، وتحت الأمان مليون خط. يا رب يجعل أيامكم كلها ستر وسعادة وخير وبركة وراحة بال وطمأنينة كده، تبقى دارسة بيتكم وحياتكم ومطمئنين على كل اللي حواليكم. اللهم ارحم أمي وأبويا واغفر لهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. حبيت كده ابتدي معاكم الفيديو الفظيع ده بلقطه كده من القهوه بتاعتي مع قطعه البرونيز اللي هنزلها لكم فيديو منفصل ان شاء الله. حبيبه قلبي يا رغده، تسلم ايديكي وعينيكي، بجد ما عارفه اقول لك ايه يا جماعه، بجد انا محظوظه محظوظه بصحابي، ربنا ما يحرمني منهم ابدا. والدي صاحب ابني وصديقه وانتيمه وصاحب عمره من هما صغيرين، وصاحبتي وحبيبتي وحبيبه امي الله يرحمها ويغفر لها يا رب، ويحفظ والدتها ويخليها لها، اللهم امين. تسلم ايديها بقى، جميلة بقى حاجات بقى من مصر بلدي وحاجات كده جميله ولب بقى، والله انا ما عارفه اقول، انا غير انا متدلعه يا جماعه، انا متدلعه. ربنا ما يحرمني من كل حبايبي يا رب، ومن امل ووالدتها ام خالد، ومن كل حد بيحبني وبيحب عبودي مش مقصر معانا، بحبكم قد كده. بصوا بقى، تعالوا بقى نفتح كده. تسلم ايدك والله يا رغده. يا خرابي على الريحة يا جدعان، يا خرابي على الريحة، يا خرابي على الريحة. بقى الفسخاني اللي هما بيتعاملوا معاه اسمه الايه؟ المرتاز والممتاز، الممتاز في المنصورة اعتقد ده بيبقى احسن مكان هناك. تسلم ايدك يا حبيبتي. بصوا اللفة كأن، بصي بونبون يا جماعة، لفه كأنه بونبون مش فسيخ. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بصراحة اللفة لوحدها تفتح النفس. تمام، بصوا حاطينها دول كده عشان نفتح بقى ايه. فأنا بقى أنا ماشية معاكم واحدة واحدة. بصوا شغلكم بس اسمها بونبون يا بنات. بقى نحط كده الورق، نعملها بقى نيفيز بلافز. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر، ده الواحد اكبر من الدراع وما شاء الله. بصوا بسم الله ما شاء الله، كبيره قوي قوي قوي، وما شاء الله ما شاء الله تخينه بارك الرحمن. لا ده بقى البس بقى الواحد يلبس جلافز بقى وينضفه بقى، ولا تيجوا نشتغل على طول. يلا يلا بينا، يلا يلا بينا نشتغل. بص نجيب كده المقص بتاعنا، نقص ده. صدقوا بقى نكملها الحلقه تنظيف الفسيخ كده. هعمل بس معاكم واحده وانا اكمل الثانيه، بس ما تعملوش الحركه دي ولابسين حاجه، بس انا بما اني بقى تحت بقى خلاص. ليه؟ عشان الملح ما يضايقش ايديكم والريحه. عشان الريحه بقى تعملوا ايه بعد ما تخلصوا؟ تجيبوا ليمون وتفركوه في ايديكم كويس جدا، بعدها بمعجون اسنان، وتروحوا مخلينه في ايديكم شويه، بعد كده تغسلوا ايديكم وتعملوا ايه. لا بقى انا هكمل القشره في المطبخ، يعني هيقلب لي الدنيا هنا. انا هنا بس كنت عايزه اوريكم، وانا فرحانه بالايه؟ بأحلى جفت في الحياة كلها. يا نهار أبيض، أقول لكم على حاجة، ورحمة أمي ورحمة أمي، النهاردة كنت قاعدة بتفرج على ولاء، بنوتة جميلة قوي بتعمل هي حاجات في مصر، بتبيعها فسيخ وحاجات من دي، وكنت شايفة عندها منزلة فسيخ النهاردة، تقولي فسيخ جاهز. أقول لكم بقى، دخت كده من المنظر، دخت من المنظر. شوفوا ربنا الكرم بتاع ربنا. انا اتمنى حاجه والله العظيم ما كنت اعرف، والله ما كنت اعرف. لقيتها بتكلمني بتقول لي، حتى هي ما استنتش لغايه ما تيجي، لغايه ما نتقابل. لقيتها بتكلمني بتقول لي يا رنا انا هبعت لك يوسف ابنها اللي هو صاحب ابني، انت في البيت؟ قلت لها اه. قالت لي هبعته لك بس بحاجه، ما قالتليش ايه، عشان اتفاجئ، عشان هي عارفه ان انا روحي في الكلام ده. انا من هنا ومن الموقع هذا اقول لك يا حبيبتي، ربنا يخلينا لبعض يا رب يا رب يا رب العمر كله. بصوا يا بنات، مفيش احلى من كده.
ما فيش احلى ولا اطعم من الفسيخ ده. بص محلي محلي، بص بص، لا مش ممكن. ليمون بقى ونعيش بقى. خرابي يا رغده على فرحه قلبي من جوه، يا نهار ابيض. بصي انا مش مستحملتش، بصي مسكت واحده بسرعه بسرعه نضفتها كده وحطيتها، وشويه طحينه اوريدي كان عندي طحينه عشان كنا عاملين مشاوي، وبصي حتى لسه ما رصيتش الحاجه بجد. انا مش عارفه اقول لك، بصي حتى عبودي عبودي يقول لي طنط حاجه. تسلم ايدك على فكره، انا عبد الله عندي برضو بيموت في الفسيخ. بصي قطع ليمون وبيحط ليمون، وهنضرب بقى دلوقتي فسيخ يا رغده بجد والله ما عارفه اقول لك ايه. تسلم ايديكي على الفرحه اللي حطيتيها في قلبي انا وابني دلوقتي، ربنا ما يحرمنا منك يا رب.